سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام الزلفلاون، وأهلا بكم معنا من جديد في برنامجكم التفاعلي صدى الشارع. إذن لا صوت يعلو فوق صوت القنابل والمدافع على رؤوس إخواننا في قطاع غزة. اليوم مشاهدينا الكرام، مكنت الهدنة الإنسانية مع المحتل الصهيوني ولو لساعات من نقل وانتشال الجثث والمصابين، خاصة في حي الشجاعية والخزاعة، ووصل عدد الشهداء إلى 1040 وأكثر من 5000 جريح. دوليا مشاهدينا، ما تزال الجهود تبذل لوقف هذه الحرب وهذه الاعتداءات الوحشية على المواطنين العزل، وهذا ما شهدته اليوم العاصمة الفرنسية باريس. أما على صعيد الحرب فإنها أججت الحصار وعمقت الأزمة أكثر مما عليه من قبل. لكن ورغم هذه الآلام، فإن إخواننا في غزة ما تزال معنوياتهم عالية ومرتفعة، وكلهم فداء لأرض فلسطين. أعزائي المشاهدين، خلال حصتنا هذه، وهي جزء من تغطيتنا اليومية والمباشرة حول الحرب على غزة، نريد آرائكم ووجهات نظركم حول ما يجري لإخواننا هناك، وما هو واجبنا نحوهم، خاصة بعد تجاهل أغلب الحكومات العربية للواقع المرير. كيف أعزائي ننصر أهلنا في غزة في هذه الظروف الصعبة؟ كيف يمكن أن نكون معهم؟ وكيف نحيي مشاعر التضامن والتآزر معهم؟ هل هذه المظاهرات التي خرجت في الجزائر وفي أنحاء كثيرة من العالم يمكن أن تؤثر على مجريات الأحداث، خاصة في قرارات الدول الكبرى؟ فما هي رسائلكم لأهل غزة في محنتهم هذه؟ نرجو الاختصار من فضلكم، ويمكن لكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تشاهدونها على الشاشة. وعندنا أول اتصال من الأخت سارة من الجزائر. سارة من العاصمة. رمضان كريم. السلام عليكم. وحبيت نقول بك في الأيام المباركة اللي بقى لنا أيام قليلة على نهاية رمضان. الحمد لله انه كانت اي ساعات تهدئه، يعني كانت قليله، بصح كانوا عندهم الوقت انهم يرفدوا الجثث الشهداء ويسعفوا المرضى. حبيت نقول برك احنا كنا متواصلين معاهم في الشجاعيه وفي خزاعه، خاطر عندنا عائله النجار وعائلة أبو دقة اللي الاثنيناتهم فقدوا عائلاتهم، وربي يرحمهم إن شاء الله. ورحنا عزيناهم هنا في العاصمة، وحاولنا نتصلوا فيكم البارح وقبل مبارح، حبوا يحكوا معاكم صديقاتي اللي جاوا من غزة، حبوا يحكوا معاكم، ما كانش عندنا لاشانس باش نشدوكم، مي باش يقولوا لكم المعاناة واش كان اللايف اللي كانوا عايشينه في غزة. خير اختي، وهي واش حكت لكم؟ يعني اذا كانت كل اذا مدام ربما هي واش حكت لنا هي والاولاد، حكاوا لنا الوضع المأساوي اللي كانوا عايشينه، الصواريخ اللي كانوا يطلقوهم، يعني الاولاد كانوا برعب كبير. هي تحكي لك، تقول لك قبل ما يبعثوا الاف 16 يبعثوا صاروخين تحذيريين باش الناس يخلوا البيت، واللي مساكن حتى يصيبوا يا شهيد يا يصيب نفسه في المستشفى. حتى انا جاو عندي من يومين، جاو 10 اشخاص للدار، من جاو من غزه، عرضتهم عندي الفطور، 7 اولاد وثلث نساء. والله كان انا درت غلطه، خبطت يدي على الطاوله، الاولاد كاع ناضوا يبكوا، والام تخلعت، قالت لي حاولي انك ما تعمليش الضجه باش الاولاد ما يتذكروش. وهي سارة يعني كيف خرجوا من غزة؟ كيف خرجوا من غزة؟ خرجوا من غزة باسكو رعايا جزائريين، هي عندها أمها جزائرية وأبوها فلسطيني، عايشين هنا في الجزائر وعندها الباسبور الجزائري. شكرا أختي سارة. نعم؟ شكرا جزيلا على المداخلة، بارك الله فيك. وننتقل إلى فرنسا ونستمع إلى رأي أبو مريم. أبو مريم، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام أبو مريم. ألو، السلام عليكم أبو عمر. السلام عليكم، حياكم الله. وعليكم السلام. في هذا الشهر الكريم لكم ولينا أمة الإسلام أجمعين المدين. أريد أن نساهم في هذا الموضوع المأساوي الحزين لنا ولأمة الإسلام أجمع. إن شاء الله هذا مشيئة الله، وهذا اللي تكلم عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هذه ان شاء الله من علامات الله اعلم من علامات اخر الزمان الصغرى الكبرى علم بها ربي سبحانه وتعالى، ولكن شيء اكيد ان النصر للاسلام والمسلمين، ان الله لا يحب الظالمين. ابو مريم انت من اي جهه من فرنسا؟ انا من ليون. فيه مظاهرات في ليون هذا خاصة هذا الويكند؟ اليوم الله أعلم، الله ما على بالي، ما نقدرش نقول لك يا أخي الكريم. في باريس على بالي، بصح في ليون الله أعلم، الله ما أدري، ما أستطيع أقول لك كاين مظاهرات ولا لا. معليش أبو مريم، بارك الله فيك أبو مريم من ليون فرنسا. وننتقل إلى المغرب ونستمع إلى رأي عبد الماجد. عبد الماجد السلام عليكم أخي. نعم أخي. السلام عليكم أخي عبد الماجد. سلام ورحمة الله يا حبيبي. شكرا اخي تفضل. للاسف انقطع الخط مع عبد المجيد من المغرب، ان شاء الله يحاول مره اخرى. ومن المتصل الاخر حمزه من قسنطينه. السلام عليكم. صحة اخويا سليم، صحة رمضانكم. صحة رمضانك اخي. احنا ان شاء الله مع الاهالي ان شاء الله وندعو احنا السلطات الجزائريه باش تتحرك دبلوماسيا على كل الأصعدة، سواء كان إفريقيا أو عربيا ودوليا، لإيقاف هذا العدوان الصهيوني وتقريب وجهات النظر بين الدولة الشقيقة العزيزة علينا قطر وتركيا والحلف الآخر الإمارات والسعودية ومصر، بدون أن نقصي للأردن لما لها من وزن إقليمي، وعليها أن تمد يد العون للجرحى وللفارين من العدوان الصهيوني، بدون أن ننسى معاناة مخيم اليرموك ومخيم حلوة وممارسات الحصار والتجويع. ونحن نبارك صمود غزة وتحية احترام للمقاومة الذين يواجهون مجرمين صهاينة مرضى نفسيا، وما عندهم سرقة أخويا سالم، إنقاذ، تمييز عنصري، حرية، نشطاء السلام، إرهابيين، القتل، دفاع النفس. واللي قتل يعني كل شوف اللي قتل الفتى الفلسطيني حيا هو حاخام يهودي، كما عندنا احنا بمرتبة إمام في الإسلام. ونحن مع فلسطين ظالمة ومظلومة. أخي حمزة، أخي حمزة من قبة، كيف لو تكلم شوية على المظاهرات البارحة، كيف كانت المظاهرات؟ هل شاركت؟ هل شفتها على الأقل؟ لا لا شفتها أخي سليم، أنا ما شاركت، أنا روحت، أنا تما مريض شوية. أربي يشفيك خويا حمزة. وهما يعني خرجوا عادي، كاين اللي بالغ شوية يقول لك الشرطة الشرطة الشرطة. المسيرة خرجت، كانت المسيرة على جهة غزة، كيفاش نقولوا احنا، باش يعني ما تخرجش المسيرة على إطارها، يعني إطارها السلمي، وهذيك حبوا يقسموها. المسيرة الأخرى راحت جهة الشهداء، الأخرى راحت من هي جهة ساحة البريد، وعقبت المسيرة عادي، ما كان حتى مشكل. هذه مسيرة لأنه مسيرة ماهيش مرخصة. شكرا أخي حمزة من قبة، شكرا جزيلا أخي. نستمع إلى رأي عمر من لندن. عمر مرحبا بك. عمر، هل عمر من الاستماع؟ انقطع الخط مع عمر للأسف. عمر من لندن، مولود من الجزائر العاصمة. السلام عليكم. وعليكم السلام مولود. صحة رمضانكم. صحة رمضانك أخي. ويهود. ألو مولود، أكفل أنا في الاستماع أخوي. ألو مولود. أو يعود يعود، ربما نقص التلفزيون بعد شوية على التلفزيون حتى ما يكونش تشويش. ألو السلام عليكم. السلام. نقصنا مولود، صحة رمضانك خويا. الله يسلمك أخي. أخي تفضل أخي. وهي فلسطين ربي نصرها. نقص شوية تلفزيون. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام مولود. يعني الشيخ مولود بارك الله فيك، بعد شوية على التلفزيون ولا نقص له شوية؟ هي ان شاء الله رب ينصرها فلسطين. امين. بلا ما احنا، وان شاء الله هادو اليهود مع الاخر ان شاء الله هما يوليو يتخبوا مور الشجر ان شاء الله. بارك الله فيك مولود من الجزائر العاصمه. وعندنا ابو اسامه من امريكا، مرحبا بك اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. كل عام وانتم بخير. بارك الله فيك. تزاد اخويا. يا اخي الوضع في غزه، اول شيء نترحم على شهداء هناك، عظم الله اجرهم وشكر الله سعيهم
وادخلهم الله ان شاء الله في هذا الشهر الفضيل جناني. امين. الوضع في بلادنا يا اخي في الجزائر والبلدان كلها يعني سبحان الله اصبحت بلدان عربيه منبطحه. الان يعني نشوف في هناك الحرب الصليبيه اليهوديه على المسلمين والمسلمين يشاركون في هذه الحرب. طب سبحان الله ان سبحان الله الواحد لا والله ما يقدر ما يقول. عظم الله جل الجميع وادخلهم ان شاء الله ربي فسيح جنانه ان شاء الله وجزاكم الله خير. ابو سما. نعم. من فضلك لو تحدثنا شوي على المظاهرات في امريكا، كيف كانت؟ سمعنا فيه مظاهرات ضخمه في شيكاغو وفي انحاء اخرى. في كل مكان لكن هي الجاليه والمتعاطفين مع القضيه. او يعني يشوفوا الظلم بين يعني ما في يعني غبار عليه. ظلم بين يعني سبحان الله. شكرا اخ ابو سامة من امريكا بارك الله فيك. وعندنا ابو الياس، ابو الياس من لندن. الو ابو الياس مرحبا بك. انا ابو عمر. ابو عمر من لندن. نعم. مرحبا بك اخي. خويا السلام عليكم. صح رمضانكم. صح رمضانك استزاد اخويا. يعني حاجه الاولى اللي حبيت نقدمها عن الشكر كثير واش راكم تقدموا. يعني ولحق الميساج في العالم كاع ويلحق لهم يعني وشيز حاجه روعه واش راكم تخدموا يعني بكل صراحه. لا شكر على واجب اخي ابو. ونشكركم كثير كثير. يا اخي شوف هذا المشكل تاع غزه كاع تشانا بصح انا اللي تحيرني يد واحده ما تصفقش. هاد الحكام العرب واش راهم يديروا يعني شعره ما زغبت شعرهم ما عندهمش قلب ما عندهمش مانيش عارف انا والله على كل حال شوف لو كان يعاود يولي واحد كما هتلر قبل ما يقضي على اليهود يقضي على الحكم قبل ويبدا في العرب يقضي عليهم قبل باش يجي اليهود. لو كان صح حنا ما عندناش رجال. الرجال اللي عندنا قتلوهم. نعطيك زوج رجال اللي قتلوهم. كاين ابو ملك فيصل تاع السعوديه هذاك راجل هذاك انا ندعي له دائما في التهجد وفي التراويح ربي ان شاء الله يعني يديروا مكان مع الانبياء مع الرسول ان شاء الله يا ربي يكون معه في الجنه. وكاين صدام حسين هاد الرجال وعندنا علي بن الحاج ربي ان شاء الله يطول عمره وربي ان شاء الله ما يفتنوش وربي ان شاء الله يحفظه هادو هما الرجال. لو كان عندنا شويه كيما هذا الرجال اليهود نقضيو عليهم بين ظهر وعصر ما نطولوش ما نزيدوش من العصر. شكرا مالوريزمون مالكان لي زونجلي العالم كاع راه يتفرج على بالهم باللي العرب ما يدناوش ما عندهم حاجه. دوك يا اخي انا متاسف يعني بالبزاف سوتو لاجيري لاجيري دوك حنايا في المومون تاع اللي راهم ارطين غزه هذيك الاخرى تقول لك نديروا لهم شنوطو في الجزائر هذه تتريكراف هذه. شكرا اخي ابو عمر بارك الله فيك من لندن. وننتقل الى الجزائر ومعنا الاخ محمد. محمد مرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام اخي. يا اخي نيابه على الشعب الجزائري أقدم تعازي الخالصة لأهل غزة. ألو راك في الاستعراض اسمع محمد. أخ محمد راك في الاستماع. نيابة الشعب الجزائري أقدم تعازي لأخوتنا في المرابطين في غزة. شكرا اخي محمد بارك الله فيك. ونبقى في الجزائر ومعنا خالد من هناك. خالد السلام عليكم اخي. السلام خير. وعليكم السلام اخي. تحيه الى غزه الصامده. لا صوت يعلو فوق صوت المقاومه رغم الحصار والدمار وتقصار الملوك والامراء والرؤساء. المقاومة في غزة تكتب تاريخها للأجيال ليس التاريخ الذي كتبته هزائم الجيوش العربية والخيانات المتكررة. التهدئة لحظة حسابات والتفكير في الخطط المقبلة. العالم لن يتغير. أمريكا لن تتغير وفرنسا لن تتغير وبريطانيا لن تتغير.
هذه المقاومة أكسبت الشعب الفلسطيني ثقة وأظهرت خبايا الإعلام الخبيث والإعلام الأوروبي والإعلام العربي وأظهرت اللوبي الصهيوني المتوغل في البنوك وفي وسائل الإعلام وفي تزوير الحقيقة، وستكون هذه البداية والنهاية للشعب الفلسطيني الصامت. تحية إلى كل امرأة سقيت في هذا رمضان، تحية إلى كل امرأة فقدت ابنها، تحية إلى كل أسرة ما زالت تحت التراب في غزة. شكرا أخي خالد من بني صهيون، وشكرا أخي. شكرا جزيلا أخي خالد من الجزائر. وننتقل إلى عين بيضاء، ومن هناك الأخت فايزة. مرحبا بك أختي. ألو، مساء الخير. مساء النور أختي. السيدة من عين البيضاء ولاية ملباقي. مرحبا بك أختي. يا أخي العزيز، راشي هذا اللي نشوفه في هذا مسلسل ولا حقيقة؟ هذه تمثيلية ولا حقيقة؟ للأسف هي حقيقة الأخت. الله أعلم يا ربي، حني الله غالب. غزة ما عندهاش الزهر، غزة لأنها دايرة باليهود. الله أعلم، من هنا جاها الحدود مع اليهود الصهيونيين، ومن هيك جيت مصر يا إخواننا. حاشا الشعب المصري، الحكومة نتاع السيسي هذوكم ثاني. الله أعلم، يهود كما اليهود اللي من هيك. غزة ما عندهاش الزهر، كون جا عندها الزهر كانت عندها حدود مع الجزائر. الله غالب، رانا نشوفوا في هذه الناس الله غالب. شكرا أختي فايزة من عين من عين البيضاء. ونستمع للأخ أحمد. هذا أحمد من مصر. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام. هل في صوت؟ مرحبا بك. شكرا يا أخي العزيز. حقيقة يا أخي الفاضل، يعني مأساة غزة هي تجرح قلوب جميع المسلمين بأكملهم. وإنما الأنظمة فلا داعي أن نتكلم عنهم، لأن أصبح أمرهم ساطعا مثل الشمس. حقيقة مصر لا تستطيع عمل شيئا بمفردها يا أخي الفاضل، إذ كان عدد من الدول العربية وأغلبية الدول العربية ساكتة. فماذا بوسع المصريين أن يفعلوا ما عدا الدعاء؟ فأنا أريد أن أقول اللهم ألف بين قلوب العرب والمسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم إلى سبيل السلام، ونجهم من الظلمات، واجعلهم طريقا لنصرة آل غزة. واللهم أني أسألك خيرا لآل غزة. وخير الدعاء يا أستاذ الفاضل كما تعلم هو أفضل سلاح للمسلمين. واللهم نسأل أن الإخوة الجزائريين أنهم يكونوا نصرين غزة مثل ما يريدون مصر تنصر غزة. فلماذا الجزائريين يا أستاذ الفاضل ما بينصروش غزة؟ يعني أنا بشوف أن الجزائريين بيكلموا على قنوات وبيسبوا المصريين وكذا، مصريين وكذا، يعني ليه هذه الكراهية؟ ربما أخي أحمد، أخي أحمد، ربما إذا كان في انتقادات، ربما انتقادات تتجه للنظام الحالي المصري الذي يعني ربما تغير مقارنه النظام اللي كان قبله. بس الايد الواحده ما بتصفقش. ولا مش كده يا استاذ الفاضل؟ يعني انت حابب النظام المصري يروح يحارب اسرائيل في اسرائيل؟ مش فاهم يعني سؤالك ايه اللي انت عايزه يا استاذ الفاضل. يعني قلت لك يعني اذا كان على الاقل النظام المصري الحدود، على الاقل اذا كان فتح على الاقل معابر للجرحى يا استاذ الفاضل، ايه اللي بيعمله النظام المصري اذا كان جميع الدول العربيه ساكته؟ جميع الدول العربية ضد غزة، إيه اللي بيعمله النظام المصري؟ ممكن تقول لي يا أستاذ الفاضل؟ يعني أنت والله أنا صحفي أخ أحمد، أنا صحفي، أنا مش مد... اسمح لي أتكلم. أنت يلي على القناة، لماذا لا تدعم غزة بالسلاح؟ يعني القناة اللي بتصرفوا عليها أموال طاهلة كهذه لانتقاد المصريين وانتقاد الشعب المصري والحكومة المصرية، ليه ما تجعلهاش لصالح غزة؟ يعني مثلا أخي أحمد، على كل هذه القناة حتى القنوات الأخرى عمري ما شفت يعني انتقادات للشعب المصري. ربما فيه انتقادات وهي انتقادات موضوعية للنظام المصري ربما.
ولكن الانتقاد للشعب المصري، والشعب المصري نحترمه، فيه شعب عظيم وفيه تاريخ للشعب المصري، مش الان يعني مش هذه القضيه اللي تخلي الشعب المصري يتغير. وانو اكزاكتومون يعني كما قال لك الاخ، نحن نهاجم ربما سياسه الانظمه، بل سياسه الشعب هي سياسه واضحه، والشعب كلها مسلمه وفيها يعني عندها راي واحد، هي نصره الاخواننا في غزه. بارك الله فيك اخي احمد من مصر. ورمزي، رمزي ذهب، رمزي من واد سوف، رمزي واد سوف ذهب. عبد الجليل من اين؟ عبد الجليل من باركه. عبد الجليل للاسف انقطع الخط مع عبد الجليل من باركه، ربما ان شاء الله يحاول مره اخرى. كما قلنا اخواني اليوم فيه كانت هناك هدنة إنسانية، سميت بهدنة إنسانية ولوبي لساعات حتى لا يتمكن فلسطين من انتشال الجثث والمصابين. وننتقل إلى المكالمة المقبلة، وهي من أخت نادية. نادية من أمستردام من هولندا. أخت نادية السلام عليكم. نادية مرحبا بك أختي. مرحبا أخوي. تفضل يا أختي. هو راه يتكلم. هلو نادية، راكي رانا في الاجتماع اختي. نتكلم معاك؟ تفضلي اختي تفضلي. نتكلم، انا بغيت نتكلم غير على فلسطين اللي نطلبوا لهم الرحمه مساكن في هذا العيد. امين. وايوا بغيت انا نتكلم غير على الجزائر، كيفاش راه هي دير ديك المظاهره، دير ما يمكنش. ما اليهود ما عندهم لا مظاهره، ما عندهم اليهود ما يفهموا والو، هذوك اليهود يفهموا غير قتيله. وفاني كنتكلم على المغرب، المغرب ثاني ما نادش، المغرب كاع ما تحركتش. مصر دايره العجب، فاني ما تكلمتش، ما فتحت لهمش مساكن باش يدخلوا الدواء، باش يدخلوا الماكله الفراش. شوف غير اليوم مساكن شحال قتلوا منهم. يا الحوايج هاد الشيء اللي كيديروهم هادو اليهود، ما تدخلوش في المخ، ما تدخلوش في الراس، فهمت؟ فهمنا الوقت، فهمنا. فهم، وهما نورمال خصهم دابا الناس يعاونوهم بالفراش وبالاكل. المساكن هما في المدارس كيوروهم باللي هما في المدارس، واليهود كيهجموا عليهم بالليل كيقتلوهم. علاش كيوروهم فين كيكونوا؟ وهذاك حماس علاش ما يقتلش هذوك اليهود فين كيسكنوا؟ في ديك التلابيب ولا مع كيسميت بابا فين كيسكنوا؟ تما يروحوا يهجموا باباهم يقتلوهم، ماشي يقتل العسكر، باش يحسوا كيفاش دوك الدراري مساكن اللي كيقتلوا فيهم وفي الوالدين وفي باش يحسوا داك الضر اللي كيضروا الفلسطين، باش ينضروا حتى هما، فهمت اخي؟ شكرا اخت نادية من هولندا، بارك الله فيك الاخت. فقدنا عندنا عبد الحكيم معوش من بجاية، من بجاية. السلام عليكم عبد الحكيم. الزول سليم، الزول لك. تحياتي لكل متتبعين. مرحبا. نترحم على الضحايا الابرياء، ضحايا الوحشيه الاسرائيليه. يا اخي سليم، انا تبعت واحد العمليه في مستشفى في غزه، يعني نزعوا الشظيه من بنت، من رجل بنت، وتلك الشظيه تابعه لصاروخ ذكي. كيف تختار بيوت الناشطين في غزه؟ هناك من يزرع ديبيوس كومون ديرج، رقيقات امام منازل الناشطين، وهكذا توجه الصواريخ في تلك الاتجاه. اسمع فيا اخويا سليم. اسمعت لك يا عبد الحكيم. عندي الاخر طالب، اولا للسلطه الفلسطينيه عدم تجزئه المطالب. المطلب الوحيد يتمثل في استقلال فلسطين وقيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967. على كل فلسطيني العودة إلى بيت الجامع المتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية. ما هو الفرق بين أطفال سوريا وأطفال فلسطين؟ السؤال موجه لخامنئي وحسن نصر الله. ثاني دولة رفعت الحظر على مطار تل أبيب بعد الولايات المتحدة الأمريكية هي تركيا. السفارات متبادلة وقائمة في البلدين. ما قصد الحداد بعد هذا؟ إن مصر
احتضنت القضية الفلسطينية قبل نشوئها سنة 1948، ودفعت أكثر من 110 ألف شهيد من أجلها، وتعتبر مصر القضية الفلسطينية قضية داخلية. حان الوقت لتجديد ذلك، وعلى الأنظمة المصرية والجزائرية والسعودية خاصة التدخل العاجل لوقف الجرائم المرتكبة في حق شعبنا في فلسطين. عبد الحكيم، وذلك استجابا لمطالب الحق وشعوبنا. عاشت فلسطين المجد والخلود لشهدائنا في غزة. عبد الحكيم معاوش، بارك الله فيك المداخلة القائمة، تنميرتك أجمتنا، بارك الله فيك. وننتقل إلى المغرب ونستمع إلى رأي محمد من هناك. أخ محمد. ألو. مرحبا بك محمد. مرحبا، لعواش مبروكة. لعواش مبروك خويا. أزيدي أطرح ما في فلسطين، أرتي لك لعواش مازيخت. أهضر معك يا واد مثنى. أطرح ما في فلسطين، أرتي والله أرتي نغي عرب، نفس تتحرك العرب تحكم ودينا يسير الرؤساء العرب في القضية من صدام حسين في ذيك الساعة. أي تويد القلب في مسلم زي عرب لا تنسمحها، يخصتنا تبدن الشعوب يخصتنا تبدين أترجلي تبدين ضد الحكام السن، الحكام السن تفقن دودين سورتو مصر. مصر تتقل مع عبير مريض كيمسكين هذوك من البحر يمشي دائما أمريكاني، فين غادي يمشي هادو؟ يدخلوا البحر فيه القوة ديال إسرائيل، البر فيه إسرائيل، مصر فرافح، فين غيمشيو هاد الناس هادو؟ خاص العقلاء العرب يفكروا بأنه الصافي المرقى ما يديروا، خاصو الشعوب يحركوا رؤوسهم صافي. تنميرتك أكمتنا محمد، بارك الله فيك. تنميرتك محمد من المغرب، شكرا جزيلا أخي. وننتقل إلى الجزائر العاصمة، ومعنا شريف. شريف مرحبا بك. ألو، السلام عليكم خويا الدين. لاباس؟ عليكم السلام خوك سليم، معك معك شريف، شريف من خنشلة، ضابط الشرطة السابق بالقيدوم الشريف. من خنشلة، مرحبا بك أخ. شوف خويا سليم، يا سليم. سليم معك خويا. شوف خويا سليم، احنا واش نقولوا لا غالب نقولوا العين بصيرة واليد قصيرة. خذلونا المسؤولين تاعنا، الله غالب يا غزة، الله غالب، يعني راهم يموتوا، راهم الشهداء نتاعهم راهم في الجنة، راهم يعيشوا شهداء، شهداء ما يموتوا شهداء، احنا عايشين أذلة، احنا عايشين. بلاد الجزائر اللي كانت قبلة للثوار والأحرار أصبحت بلاد الأذلة، زلنا واحد في كروسة أو يسلول فيه ويحيا، يسوق به، يمسح به ويسلول به. ذلونا اليوم برك، انا كنت في مسيره او كان معايا رابح من قسنطينه والازهر نظر لي معاه في خنشله، هزيت الاعلام نتاع فلسطين، تقدم من عندي واحد مفوت الشرطه اسمه دغمان جمال، قطع هذاك الاعلام نتاع فلسطين، قطعوا وحطوا ضرب ودافع عليه، تحت عليه ضربوني كسروا لي سنيه النواظر. يعني شوف الحكام نتاعنا، احنا نقولوا الصبح هذوك اليهود خير منكم يا المسلمين، عم يديروا فيكم واش يديروا، وانتم هضروا قولوا انا غالب الحدود مقفوله، احنا عطينا الاسلحه بركم ما نحبوش الحدود نتاعكم تحلوها، اشيش يا بوتريقه، يعني هذوك واش لقاو حجه، لا غالب الحدود مقفوله، ذلونا المسؤولين نتاعنا، يا اليهود خير منكم، عم يفلقوا فيكم، شوش كيسوا لهم واحد، هذي هما المسلمين، والجمع يهضروا لنا خير. قال حنبلة، قال أبو سفيان، قال عبدي، قال الرسول، ويدعي ويستنى في ربي الملائكة ينزلوا ويهربوا اليهود، يعني واش يشوفوا وراس الدنيا والدين غير قلبي وعبكي بالدم، يعني ما بقاش إسلام في الجزائر، محال يا أخي. خويا شريف. كان المسلمين، احنا نفرجوا نعم. خويا شريف، ولو نحترم يعني الحرارة بتاعك، لو تحكينا كيفاش ليش لا ضربوك يعني لا ولا قطعوا العالم، كانت مظاهرة سلمية وكان فيه ناس. أنا خويا كانت مسيرة، هما يحبوا ما نمشيوش، يحبوا يحصرونا أمام البلدية، حنا مشيت أنا هزيت خطفت الإعلام الواحد أخ ملتحي ومشيت، زعل عليا مفوت الشرطة قال لي أنت شيكور،
الحكيم هذاك الاعلام حطوا تحت رجله وجبده وداسوا وضربني طاح وانا عندي طاق من تاع سنين طاح تكسر وكسوري النواظر سقني حتى الصور دروك هو راهو جاوني مسؤولين الدار وراهو هاد الصورتي هو وصاحب الموت راهو في الحج تحت النظر راهو جاوني مسؤولين قال لك على وجه ربي ما تهضرش خافوا من المغاربيه وخافوا من العصر وخافوا نسبوا الفريقه وخافوا نسبوا الجنرال تاعهم لانني مانيش ساكت على القضيه حكموهم راهم في الحج تحت النظر جاوني هنا قال لك حنا اشكي بهم ونقدموا من العداله قلت له ما يكفيش هذا السيد انا وليت كسر لي سنيه في 95 عندما كانوا يقتلوا في المفقودين ويقتلوهم هذا اسمه دغمان جمال مفوض الشرطه اليوم راهي كي شافوا خوتي واهلي تلموا على الكوميساريه وجابوا ليسونس راح يحرقوا الكوميساريه ولا جاوني مسؤول الدار راني يهدلوا بالحاله وانا قلت لخوتي قعدوا ترانكيل ونشوفوا الساعه يا غدوا لحقوا بالحبس مليح ما كانش دوك نحرقوا الجزائر الكل. اخ الشريف الشريف من خنشله ما بارك الله فيك المداخله شكرا جزيلا. للاسف هذه حال الجزائر الان وننتقل الى الشلف ومعنا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام علي. يا اخي اطلب من الجماعه العربيه اذا فيها ذره ايمان وذره من الاسلام بقت في الدول العربيه اطلب منها ان تقدم شكوى الى حقوق الانسان الدوليه كي تنزع. اخي علي علي كيفاش تطلب من شيء من حاجة ميت يعني الجماعة العربية الآن ما عندها أي معنى وحتى طلب الإبراهيمي يعني طلب من طالب يعني حتى تلغى وتتنحى يعني ما عندهاش أي مواقف وما عندهاش أي معنى في الظروف الحالية كيف؟ على الأقل اللي لبقت فيهم ذرة إيمان قدموا كشكوى لحقوق الإنسان الدولية كي تنزع السلاح النووي من إسرائيل لأنها ارتكبت جرائم حرب ما فرقت بين الصبي وبين الجنين في بطن امه. ارتكب الجرائم اكثر من هتلر الذي اليهود يقولوا هتلر ارتكب جرائم، ارتكبوا اكبر جرائم فوق الارض. سفكوا الدماء، شربوا الدماء الفلسطينيين. انا اقول لك كاين واحد من تلمسان نقرا مع جزائري من يهود من يعني من جنسيه يهوديه، جده يهودي، قال له في 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 في, 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 في الاعياد اليهوديه يقبضوا فلسطيني ذري صغير يذبحوه ويديروا هذيك المطوخيه ولا كيسموها الملوخه هذه اللي ياكلوها في الاعياد اليهوديه الدم تاع الصبي ذاك يرونوا به هذا الملوخيه هذه وياكلوها. هذو اكبر جرائم فوق الارض، اكبر مجرمين لن تساوى جرائمهم فوق الارض. هذو لازم السلاح النووي ينزعوا لهم كما نزعوه إذا كان حقوق الإنسان، ينزعوه كما نزعوه من سوريا. لن يفرقوا بين عربي وكافر. كما نزعوه من سوريا، ينزعوه من إسرائيل. شكرا أخي علي من الشلف، ولو أن هذه الأمنية أمنية معظم الشعوب، ولكن الحقيقة هي حقيقة مرة، ونعلم أن أمريكا وإسرائيل عندها يد طويلة في هذا المعنى لحقوق الإنسان. يسيطرون على جميع المحافل الدولية، ومن الصعب يعني تحقق هذه الأمنية، ولا كانت هي أمنية إن شاء الله ربما كاش نهار تتحقق. شكرا جزيلا أخي علي من شلف. وننتقل إلى بلجيكا، معنا بارودي من بلجيكا. مرحبا بك أخي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى أخي سليم. وعليكم السلام بارودي. والله في الحق ما نعاونوش على هذو قيادة العرب، هذو حكام العرب اللي ذلونا وخذلونا، لازم الجهاد، ما بقاش إلا الجهاد. كما شوف أخونا شريف وقبيلة كان يتكلم يعني راحوا ضربوه راحوا سقاش، والله العظيم ما غير الجهاد. انا في نفسي اعوذ بالله من كلمه انا ما نرقد لا الليل لا نهار نخمم نشوف خوتنا كيفاش نذبحوا كيفاش يديروا لهم كيفاش يقصفوا فيهم وحنا نشوفوا فيهم بعينينا سبحان الله، وحنا نشوفوا بالسلاح بالاموال بالدولارات ونكتشف في ذاك السلاح وهم ينذبحوا. الجهاد الانسان تو يتكلم الجهاد. هذا العلماء العملاء هم اللي خذلونا، هذا الحكام تاع العرب هم اللي خذلونا. الجهاد وثم الجهاد، ما بقاوش نشوفوا خاوتنا ينذبحوا وحنا ناكلوا والدنيا تضرب في الحريره مانيش عارف وينذبحوا. شوف كيف راه صاير لهم وحنا نشوفوا لا اله الا الله محمد رسول الله. الجهاد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام بارودي، شكرا جزيلا على المداخله القويه بارك الله فيك. وننتقل الى المانيا، معنا رباح. الزلف لك اجما سليم، صح رمضاني. الزلف لك اجما رباح، مرحبا ياسر. كيف سليم لاباس شويه؟ الحمد لله. وي في كاس زولي الدكتور نيك لهنا. هذا وضع ان شاء الله سينيا، بارك الله فيك. طبعا باش هاد نهضر يعني راه في فلسطين ود نهضر في الجزائر دابور اذكر لا كيستيون فو مصرينيك دي تيليفونينا كني. اها.
باش نتكلموا له بالعربيه باش يفهم لي مليح هذا المصري هذا باش نقنعوه. و 1977 الطياره اللي كانت رايحه باش خاطش في 1977 الاسرائيل ضربت مصر والطياره راحوا دي كوموندوس يعني سي دي سولدا يعني تريز اكتيف سي دي كوموندوس ماتوا في السماء قبل ما ما تحبط الطياره ماتوا في مصر. وكاين بعض لي سولدا اللي يعني طبعوهم على ريسانهم هما اللي كانوا دو بوست افونسي في مصر. يعني ما ينساش باللي احنا رانا عاوننا مصر زمان. ما ينساش باللي احنا حبينا الديمقراطيه للمصر وحبينا الديمقراطيه للجزائر والامه العربيه. وما حبيناش الحكم العسكر في العالم العربي. ويدير في دماغه باللي هذا السيسي هذا ايليغال، يعني سيت بريزيدون يعني ايليغال بدون قانون. بدون قانون الامه العربيه وبدون قانون الدينيتي تاع العرب. وباش نزيد نتكلم على 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 اسرائيل. مصر تبيع لاسرائيل بثمن رخيص بالغاز والبترول ماشي مخدوم. وراي تبيع الجزائر البترول لمصر واسمو لمصر ب 13 دولار. وحبوا يديروا بزنس بالبترول، حبوا يبيعوا للجزائر البترول لمصر بزاف باش مصر تبيع واسمو انديريكتومون لاسرائيل. بالدراهم بالبترول تاع الجزائر يروح لاسرائيل. يعني هذا القانون هذا شكون عطاه بوتفليقه القانون باش يدير هذا القانون هذايا؟ البترول ماهو تاع بوتفليقه ماهو تاع نحنحبه وتاع يعني شوفوا يعني الناس كيفاش تسير في هذه البلاد هذه. اي كاين قانون كاين الرجال كاين ما فهمتش انا البترول هذا اللي يجي يديه. الماريكا تدي في البورسونتاج وفرنسا تدي في البورسونتاج والشعب راهو يسفري ما لقاش واش ياكل. يعني احنا لازم وكيف الصدقه داروا الصدقه تاع باش يروحوا دراهم واسمو لفلسطين ما لحقوش. يا اخي على بالكم بلي نهار كي صدام حسين نهار كي الضربه تاع العراق تاع الاخر الدم صدقوا الشعب الجزائري الدم للعراق راحوا باعوه لفرنسا. عندهم ديجا الوثائق عندهم بلي الحكومه هذه ما كانش ثقه معاها. لازم الشعب ما يمدش ثقه للحكومه هذه باش تدي لهم الضرار. ما بدا العاشوره ما يمدوهمش. لا حبي يصدق او يعرف الفقير غره. شكرا اخي رابح من المانيا. يعطيك الصحه مثنى بارك الله فيك رابح من المانيا. نبقى في المانيا وعندنا ناصر. السلام عليكم ناصر. الو السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام عزيز حياكم الله وصحة رمضانكم ان شاء الله. مرحبا بك. والله هذه القضيه يعني ناسف هذه القضيه قضيه الجميع ليست قضيه فقط حكام وحكومات ولا اخره لانه الحكومات للاسف الشديد ترى المنكر وتسكت على ذلك. يعني حتى هذا الامر هذا يعني حقيقه مساله جامعة الدول العربيه انا خريج الحقوق في جامعة الدول العربيه قرانا عليها الكثير ولكن للاسف الشديد الى يومنا هذا جامعة الدول العربيه لم تحسم موقف بين دوله ودوله اخرى وبالتالي فعار عليها ان تسمي يعني نفسها بالدول العربيه والعار الاكبر لحكامنا حاليا الذي هم يسمون يعني يحكمون دول عربية هذه ليست بدول عربية يعني ليس هناك شيء يسمى حاليا دول عربية وعربية حاليا في شيء يسمى الإسلام وفيه ما يسمى شرعا بدار السلام ودار الحرب هؤلاء اليهود يريدونها حربا سبحان الله يعني كل منا يرجع إلى شرع الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى في محكم آياته لما يقول لنا يعني وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدون في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فاللهم نصرك وعدك واللهم هؤلاء رجال القسام يجوسون خلال الديار ومعهم مجاهدون مخلصون بأنفسهم وأموالهم وكان وعدا مفعولا فكن لهم نعم المولى ونعم النصير فسيسألون صدقني أخي الفاضل أنه في هذا الشهر العظيم وإحنا على إن شاء الله العيد سيكون عيد يعني ما فيه ما يكونش فيه يعني طعم ولا شيء صدقني فكلنا يعني حزنانين وأقل حاجة يعني الإنسان يتكلم أضعف الإيمان هو القلب ولكن نتكلم باللسان نكون في الوسط ونقول كلكم مسؤولون ووفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا
فأقول لهؤلاء الحكام أوفوا بالعهد، ستقفون أمام الله وستسألون عما على هذا الصمت وعلى الأمر هذا. بارك الله فيكم وجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا أخي ناصر من ألمانيا. ونستمع إلى رأي حكيم من تيزي وزو. حكيم، حكيم من تيزي وزو في الاستماع. للأسف حكيم انقطع الخط. ما حكيم ربما أعزائي المشاهدين عندنا فقط الآن فيديو صغير لطفل يعني دار فيديو صغير تكلم، بعدين ربما بعد يوم ويومين هجم البيت من طرف الصهاينة وقتل استشهد مع عائلته. خلينا نستمع إليه ثم نعود إليكم. رسالة إلى العرب، احنا بغزة بخير، طمنونا عنكم، احنا بالحرب بخير، ماذا عنكم انتم؟ شهداؤنا تحت الركام واطفالنا سقنوا الخيام، يسألون عنكم اين انتم؟ احنا بغزة بخير، طمنونا عنكم، البحر من ورانا، لكننا بنقاتل، عدونا من امامنا، ما زلنا بنقاتل، لدينا ما يكفينا من سلاح طعام وعود بالسلام، نشكر إلكم دعمكم، أرواحنا جراحنا سماؤنا بيوتنا وجوهنا دماؤنا عيوننا أكفاننا، تحمينا من وعودكم وكلامكم، أحنا بغزة بخير طمنون عنكم، أحنا بغزة بخير طمنون أعزائي المشاهدين، هذه كانت كلمات لشهيد طفل صغير من فلسطين، يعني كلمات بسيطة ولكن معبرة وشديدة تحزن القلوب. يعني بارك الله فيكم. المتصل قال الآخر هو الأخت من بشار، الأخت أم خير من بشار. مرحبا بك أختي. مرحبا بك أختي. نهدر تهدر أختي أهدري. وبس أقول لك ولدي هذا الشيء قال له صاري راهو دايرينه غير العرب، ما دايرينه لا يهود لا كفار لا والو، كلشي دايرينه العرب تاوعنا. سمعتني؟ كلشي ما راهو دايرينه الرياض. واليهود عدونا وعدون بينا. الو. واصل اختي واصل، انا نسمع. ولدي شوف انا ماني قارية ما والو، بصح كلشي راهو دايرينه لينا غير رياضنا راهم دايرين لينا، علاه قاعد الشي راهي راك تشوف فيه وما تردش. شكرا أم خير من بشار، شكرا جزيلا أختي، بارك الله فيك. وعندنا تطراوي من مسيلة، مرحبا بك أخي تطراوي. ولدي تطراوي من مسيلة، مرحبا بك. ما باش ولا ما زالوا تطراوي في الاجتماع؟ ربما انقطع الخط مع تطراوي للأسف. فقط عندنا 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 كلمة عندنا كلمة فقط ربما أريد أن أعيدها فيما يخص كلام الأخ أحمد من مصر، نؤكد ونصر على أن شاشتنا المغاربية وحتى الشاشات الأخرى ربما إذا كان في هجوم على مصر، إذا كان في هجوم سوف يكون هجوم على سياسة مصر وخاصة النظام الحالي، وعمرنا يعني ما فكرنا في الهجوم على الشعب والشعب العريق الشعب المصري الشقيق، وهذه فقط كلمة نؤكد عليها حتى يعني تكون مفهومة من طرف الجميع. شكرا جزيلا. عندنا أمين، أمين من لندن. أخ أمين، أمين من لندن، مرحبا بك. محمد من الجزائر، محمد من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام محمد. كيف حالكم أخي؟ مرحبا بك أخي، الحمد لله. أخي أولا أنا نعتذر للشعب الفلسطيني، نعتذر له نعتذر له نعتذر له، ونقر بتقصيرنا، نقر بتقصيرنا من المحيط إلى الخليج، من المحيط إلى الخليج، ونعترف أننا شعب شعوب عربي كشعوب عربية قاطبة أهملنا حقيقة القضية الفلسطينية وتغاضينا عنها، لأنها حتى صار اليهود يعتون في الغزة وفي الضفة كالكلاب يأكلون لحوم الفلسطينيين، وبالمقابل نرى زعماء العرب ينامون
ينامون حقا ينامون. شكرا أخي محمد، بارك الله فيك المداخلة أخي من الجزائر. والمتصل الآخر من إلياس من الجزائر. إلياس أخي إلياس، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخي. رمضان جنب على كل حاجة جنب بالدم تاع المسلمين، ربي يرحم الشهداء. نرد برك على هذاك الشهيد طفل صغير اللي مات الله يرحمه، نقول قال لك طمنونا عليكم، نقول له احنا يا ما راناش ملاح، قلبنا ماتوا قلوبنا يا اخي، ماتوا يا اخي ماتوا، ما خلوناش تشهدوا في فلسطين. اقتلوا المدلولين للرؤساء والملوك العرب، لازم نحروا بولادنا، باش لازم نحروا بلاد العرب كلش، من السعود للحجاز للكويت للأردن للإمارات فلسطين. لازم نحروا، باش نحروا فلسطين لازم نحيو السيسي، نحيو هذا بوتفليقة، لازم نحيو قعد، ولازم نحروا بلداننا باش نحروا فلسطين. يا أخي هم كبليننا، عملاء فرنسا، عملاء أمريكا، عملاء اليهود الصهيون اللي رانا نمدوا لهم البترول والغاز، لازم نغلقوا عليهم الفوالات. واش تقدروا ديروا؟ أختو خرجوا ملايين الشعب البارحة ضربوهم البوليسية، ضربوهم اللي راهم يعشوا على اللي يسرقوا في البلدان تاع العرب، كيما دوك حنا البوليسية اللي خصو زوج دورو ويعشوا على الطواغيت. واش نديرو حنا؟ واش نديرو؟ وما بيدينا حيلة، واش نهضروا برك قلبنا محطمو، خطوتنا يموتوا دراري صغار ويتحطموا لهم الدور على رصانهم، ما درنا والو، مسكتين هادو ساكتين حيوانات ويهضروا الجبال ويهضروا. بصح قلتو معوق حاكم في الجزائر، معوق، روحوا خطونا، روحوا خطونا، روحوا الله لا يربحكم، روحوا خطونا يا رؤساء الوزراء، ياكليتوا الدنيا. جا هذاك وزير غولا بنطيحوا غير الطيارات في الجزائر، غير اللي ساكسيدو، او يبين ربي واش يدير لكم ربي. إلياس يبين لكم، عطاكم القران الحكم بالقران بالكتاب والسنه، واش يزيد يدير لكم ربي؟ يبين لكم كلش ربي، عطاكم تسبوه وتكفروا به وهو يشافيكم ويرزقكم، وش يزيد يدير لكم؟ لكم احكموا بالكتاب والسنه وتقولوا الديمقراطيه، الديمقراطيه ما زال الله بها من سلطان. شكرا اخي، شكرا اخي مارا، بارك الله فيك المداخله هذه القيمه. شكرا الياس من الجزائر. وعندنا محفوظ من تندوف. السلام عليكم. وعليكم السلام اخي. رغم رمضان. الحمد لله، رمضان مبارك اخي. يا رب لك الحمد. السلام عليكم. انا في الاجتماع اخي محفوظ. السلام عليكم. وعليكم السلام اخي، تكلم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تكلم اخي راك على المباشر. يا ربي اخي محفوظ من فضلك لو تنقص شويه التلفزيون ولا بعد عليه حتى ما يكونش تشويش. شكرا. يا اخي هذه تكلف من الناس اللي في العرب والناس تاع الخلافه تاع العربي. الو اخي محفوظ، رانا في الاجتماع. ايوا شكرا اخي محفوظ من توندي، بارك الله فيك. ربما كفيت تشويش بين المصدر بين التلفزيون والتليفون. أنا كل شكرا أخي محفوظ. وننتقل إلى لندن ونستمع إلى رأي أمين. أخ أمين. نعم مساء الخير. مساء النور أخي. أهلا أخي. أهلا بك. أنا على كل حال رانا يعني مصدومين، أنا شخصيا مصدوم يعني من بداية رمضان نشوفوا في هذا الحرب اللي على 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 اطفال، على صغار، على رضع، على 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 عيال، يعني مش على يعني على حركه حماس او الشعب، يعني هذه باينه يعني اباده جماعيه، هذه ظلم قهر يعني. لازم يكون فيه هناك تضامن، ولازم هذا العدوان لازم يحبس، لازم يوقف. وللاسف الشديد رانا نشوفوا في التخاذل من الحكومات الدول العربيه. شكرا اخي امين. وتضامن الشعوب لا يكفي، لازم يكون هناك يعني لازم تكون هناك تغطيه يعني اعلاميه من جميع الدول العربيه، من جميع يعني حتى الدول الاوروبيه والامريكيه اللاتينيه.
ولا مثلا باش حنا نلحقوا صوتنا لل او تضامننا لاخواننا في غزه مثلا لازم المغاربيه تخرج الى شوارع لندن. هي في الحقيقه حتى اليوم في يعني هذه الايام حتى اسرائيل راهي عامله حظر على الفيسبوك. شكرا اخي امين من لندن، بارك الله فيك اخي. ولو انني المغاربيه هي تحاول الاتصال بالجمهور الواسع في لندن خاصه هنا في انجلترا، وكلما كانت في مظاهره نبعث يعني في مراسلين ويحضروا في المسيرات وفيها ريبورتاجات على هذه المظاهرات والفعاليات. بارك الله فيك اخي امين. وننتقل الى شلف، معنا الاحسن من هناك. السلام عليكم. عليكم السلام الاحسن. مبادرة طيبة على كل حال اللي دارها طيب أردوغان، ربي يجازيها عليها. هو دار حيدات سلفيا، والدول العربية ما قدرتش تدير هذا الشيء هذا. ألو؟ ألو؟ رانا في الاستماع أخي الحسن. قلت لك الطيب أردوغان على كل حال دار مبادرة حسنة. على كل حال أنا متقاعدي الجيش. واش لاحسن واش المبادرة هذه؟ المبادرة دار سلفيا بحداد. هذه المبادرة. ولا راني غلط؟ أنت قلت حتى بوتفليقة دار مبادرة على ثلاث أيام هذه تاع الطائرة، يعني هل ثلاث أيام حداد هل يغير شيء في الواقع الفلسطينيين؟ معليش على كل حال نحن أنا من منتسبي متقاعدي الجيش. نطلب من كل الجهات المنتسبين كما قال لك المنتسبين المتقاعد الجيش ينظموا وقفه احتجاجيه تضامنيه، يلموا كما قال لك يديروا اعانه لخلقنا في غزه، وان شاء الله كما قال لك حنا يفتحوا لنا الحدود. انا واحد من الناس اقسم بالله العلي العظيم الاستشهاد ولا معيش تذل هذه، صدقني الاستشهاد ولا معيش تذل هذه، عيب كما قال لك تمشى التاليهود تلقوا فينا كما قال لك الرعب. كما قال لك الناس قاعده متخاذله وقاعده تشوف في بعضها، يا اخي الموت وحده والمعيشه وحده، عيب باش نقعدوا كما قال لك حنايا نقعدوا نشوفوا في بعضنا. على الاقل الانسان يكون عنده نيه وتصادقه ويكون قال لك تكون ذره تاع ايمان في القلوب كما قال لك، ويوقف وقفه وحده. واش كاين هذو اليهود؟ هذو منين جاوا هذو اليهود هذو؟ ها؟ دخلوا كما قال لك القدس اللي بارك رب العالمين حولها، وكما قال لك صرى الاسراء والمعراج منها بالرسول عليه الصلاه والسلام. فهذه الناس هذه مانيش عارف واش راه حبت. شكرا اخي الاحسن من شلف، يعني الرساله تاعك وصلت بارك الله فيك اخي. وننتقل الى الجزائر العاصمه، ومعنا نور الدين. السلام عليكم. عليكم السلام اخي نور الدين. انا ولايه ورقنا من الجزائر العاصمه، انا في ولايه ورقنا. من ولايه ورقنا، مرحبا بك اخي. يسلمك. حبيت نجيبها من الثانيه برك. اسمعني اخو. اسمعني. نجيبها من الثانيه برك. واصل اخي واصل. سيدي حبينا احنا سيدي حبينا الحكومه تفتح الحدود برك. احنا هنا في الجزائر هذه ما بغيتش كرهنا المعين فيها ولا كرهنا من النظام برك. النظام برك انا الحمد لله الجزائر نبغاها وما نبغاش فيها ونموت فيها. كيف هو يفتحوا الحدود؟ الجيش الشعب روح فلسطين. الجزائر هاي هايلتهم الدنيا. احنا حابين موقفين في فلسطين هذا مكان. اخي نور الدين بارك الله فيك اخي نور الدين المداخله. اخ نور الدين كان اخر متصل لهذه الليله، للاسف وصلنا لنهايه هذه الحصه. دمتم في رعايه الله وحفظه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وصحافتكم. بارك الله فيك.